مرحبا. اليوم بدي احكيكم عن موضوع كثير مهم. شو بيخلي الشيء اللي بيخلي المبرمجين او شو بيخليك تصير مبرمج ممتاز، شو بيخلي تصير مبرمج من افضل المبرمجين بالاحرى. اولا بدي اشكركم على التعليقات اللي عم تكتبوا لي اياها، هالشيء عم يحفزني احط كل يوم محتوى. يعني عن جد اذا بتخيلوا انا عم اشتغل بثلاث شركات بنفس الوقت، ولما بيجي بشوف هالتعليقات هدول على الفيديوهات بنبسط كثير، فبيجي بعمل فيديو، حتى بعمل فيديوهين كل يوم على ما اظن، كل يوم فيديوهين على الاقل يعني. فهذه القناة هي من اكثر القنوات نشاطا على اليوتيوب باللغة العربية، بتساعدكم بكل هنا، بتساعدكم كيف بتزيدوا الراتب كمبرمج، كيف بتلاقوا عمل كمبرمج، كيف بتفاصلوا الراتب، كيف بتناقشوا الراتب، كيف بتلاقوا زبائن يعني كمبرمج طبعا مشان تبيع الخدمات البرمجية. فكتير شيء عم يبسطني لما بشوف انه في عندكم هالايجابية وهالتعليقات الشكر. في كتير ناس عم تشكرني، في ناس عم تلاقي كمان هذيك اليوم بعت لي كمان شخص انه هو لاقى اول شغل له كفريلانسر، فبدي اتشكركم على المتابعه عن جد. ولا تنسوا كمان في عندي كل يوم سبت الساعه 8 المساء بتوقيت رومانيا بس مباشر بجاوبكم في على كل اسئلتكم، مو بس بالتعليقات، مو بس بالرسائل، كمان مباشره يعني، ففيكم تسالوا شو ما بدكم. طيب، لاحظت خلال سنوات عملي 13 سنه، بتعرفوا انا اشتغلت اكثر من 13 سنه بمجال البرمجه واشتغلت باكثر من 16 شركه. فمن خلال خبرتي بالعملية بهدول الشركات لاحظت انه في ناس بتضل بنفس المستوى، في ناس بتتفوق على الاخرين وفي ناس بتتراجع يعني بتستسلم. هدول الناس اللي بيستسلموا مثلا على سبيل المثال هن الناس اللي بيفوتوا على البرمجة بيكونوا متعلمين شي كورس، متعلمين شي شغلة من يوديمي، من يعني شي كورس معين، فهن بيكونوا تعلموا الاساسيات او الشغلات البسيطة اللي يعني هي حتى ما بتخولين انه هن يشتغلوا يعني. فبيروح على الحياة العملية بيشوفوا انه هنيك الكود بدهم يعدلوا عليه على كود معمول يعني على مشروع معمول مسبقا، مو انه ببلشوه من الصفر، فبيواجهوا صعوبة طبعا. هدول اغلب بيستسلموا. ثاني شغلة اللي بيكون في فرق بين الحياة النظرية والحياة العملية طبعا بشكل عام يعني. فالناس التانيين هن ما بيتعلموا يعني، يعني بيضلوا هن على نفس التقنيات اللي بيكونوا فيه، نفس التقنيات اللي بيعرفوها، نفس لغات البرمجة اللي بيعرفوها، نفس نوع المشاريع اللي بيشتغلوها، نفس الشركه اللي بيشتغلوا فيها. حتى في ناس كثير ما بتغير الشركه اللي بتشتغل فيها. فانا اول نصيحه بعطيكم اياها هي انه لازم تغيروا الشركات اللي بتشتغلوا فيها. ليش لانه كل شركه بتشتغلوا فيها بتتعودوا تشتغلوا ببيئه عمل مختلفه، مع ناس مختلفين، مع فريق عمل مختلف، نوع المشاريع يختلف، الراتب بيختلف، يعني نفسيتكم بتختلف، كله بيختلف، الخبرة بتختلف. فبشكل عام بشجعكم تشتغلوا بأكثر من شركة. بينما هدول الناس اللي بيضلوا بنفس الشركة، بعرف ناس ضلوا شي 10 سنين نفس الشركة، يعني هدول ما بيتقدموا، هدول بيخافوا انه يغيروا الشركة. فالشيء اللي بيخليكم تكونوا انتم من المبرمجين الناجحين هو انه تغيروا بيئة العمل، تغيروا الجو اللي عايشين فيه، تغيروا الشركة اللي عم تشتغلوا فيها، تغيروا نوع المشاريع اللي عم تشتغلوا عليها، تغيروا التقنيات اللي تعرفوها، دائما تجددوا التقنيات اللي تعرفوها، يعني تتعلموا شيء جديد دائما، لأنه يعني المبرمج الناجح ما بيقول إنه ما بعرف هاي التقنية ما بتعلمها، أحسن ما ضيع وقت بيشتغل بالشيء اللي بعرفه. المبرمج الناجح هو بيتعلم شيء جديد، حتى لو ما بيعرف بيتعلم. لاحظت كثير حتى بالشغل اللي عم بشتغله أنا بالأبحاث، في ناس في عندهم تحفظ إنه ينتقلوا على تقنية جديدة كونه ما بيعرف إذا رح يتعلموها بسرعة أو يعني بشكل عام في تردد يعني. فبشكل عام ما بس تتردد كمبرمج ناجح، ما بس تتردد، انا دائما بتعلم اشياء جديده، دائما بتعلم لغات برمجه جديده، دائما بتعلم تقنيات جديده وفريم وركس جديده. فانا بنصحكم انه تتعلموا اشياء جديده، هذا الشيء اللي بيخلي الشخص، وهذا عدا عن ذلك انه الجهد اللي لازم تبذله. ناس اغلب الناس تشتغل مثلا 6 ساعات باليوم، 5 ساعات، 6 ساعات باليوم، يعني انا بشتغل 12 ساعه باليوم يعني بنفس ثلاث شركات بنفس الوقت، حتى بالويكند بشتغل يعني 7 ايام من 7 ايام. فلذلك انا النصيحه اللي بدي اعطيكم اياها هو انه دائما جددوا التقنيات اللي بتعرفوها. شيء ما بتعرفوه مثلا اذا حسيتوا حالكم انه ما لازم تتعلموا او كذا، جربوا التقنيه هي مثلا، جربوا لغات البرمجه، جربوا الفريم ورك مثلا، جربوا كل شيء، دائما جربوا. مثلا ما جربتوا بصير في عندكم حب التجريب، حب تغيير التقنيات. هاي نصيحتي لكم، انا هيك بعمل لما بشوف شغله مثلا جديده بتعلمها، اذا مناسبه بكفي فيها، ما انا مناسبه بغيرها. بتمنى اذا عندكم تعليقات، اذا عندكم استفسارات، اذا عندكم اي اسئله تكتبوا لي بالتعليقات، انا بجاوب فورا على التعليقات. من اكثر الناس نشاطا على اليوتيوب، بحب كثير القناه يعني، بشوفكم انتم مبسوطين عم تجاوب، عم تتعلموا من هالقناه هيدي، فبجاوبكم فورا على اسئلتكم. بتمنى اذا عجبكم المحتوى تعملوا لايك، تعملوا شير، وتعملوا اشتراك بالقناه. شكرا كثير لكم.